ايه لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم. اليوم غندير لكم واحد الاكله بالقمرون والرز، كطلع صراحه زوينه، كطلع لذيذه وخفيفه وسهله للعشاء، وكتجي زوينه للوليدات لوليداتكم. الى عجبتكم وخليكم معايا النهايه. ندوزو للمقادير. ندوزو للمقادير. عندنا هنا نص كيلو تاع الرز مسلوق، الزبده ومصورتي شويه تاع الزبده، هكذا شويه د المليحه. عندنا هنا واحد البواطه تاع الذره، عندنا هاد القمرون نص كيلو هكذا. اليوم غادي نديرو هاد الشلاطه تاع القمرون، هيا نحتاجو المايونيز. بسم الله نديرو هاد القمرون هكذا، ساهله هاد الشلاطه. نديرها عشا لوليداتي. نديرو هنا هاد الذره هكذا، هاد المايونيز كتمن معلقة، نحركو هادشي مزيان. كاين اللي كيبغي يسوطيها مع البصلة، كاين اللي بغي يديرها مع طيلة، كاين أنا تنبقي غي شليضة هكا. سبق لي سلقتو هاد القمرون ونقيتو غسلتو كي تتشوفو هكدا، تيطلع لذيذ وبنين صراحة، تيكو فيه الفيتامين ديالو حسن من صوتيو في الزيت. هكذا كي تيجي هكبسي هكذا زوين، كيجي لذيذ. شويه تاع مايونيز هنا، شويه هنا هكذا، غادي نزينو على حسب الذوق، كل واحد كيبغى يزين الطبق ديالو. مهم ديالنا النهائي للسلطة ديالنا اللي درنا اليوم، هكي طلعت صراحة، طلعت زوينة وهائلة وما كتكلفش بزاف وسهلة وبسيطة، وكتوجد غير في 10 دقايق تيكون الطبق ديالنا واجد. عجبتكم هاد الصلصة اللي دوزت اليوم، اللي صورت معكم اليوم، حاولوا تدعموني باللايك وما تبخلوش عليا باللايك، وبارطاجيو مع الاصدقاء والعائله، والى فرصه قادمه ان شاء الله.